مرحبا بكم في زفاف هذه اللحظات التاريخية. الوطن كلمة بسيطة وحروفها قليلة، ولكنها تحمل معان عظيمة كبيرة وكثيرة نعجز عن حصرها، فهي الهوية والتراث. وطني دفيئة الأمان، هو الحضن الدافئ الذي يجمع الأحبة، وهو نعمة من الله أنعمها علينا. والآن مع خير الكلام وآية من ذكر الحكيم يتلوها علينا مقرئ المسجد الأقصى الشيخ عطل ناصر، فليتفضل مشكورا. ونترحم في القراءة على أرواح شهدائنا، ونسأل الله أن يرتفع هذا العلم في القدس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. على روح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى روح الفقيد ونحن نعيش في ذكراه الراحل أبو عمار رحمه الله. شكرا للشيخ عطلة ناصر، بارك الله فيك. وطني الحبيب، أنا آسف لأنني لا أملك إلا حياة واحدة أضحي بها في سبيلك. الوطن هو أجمل قصيدة شعر في ديوان الكون. الوطن هو الاتجاهات الست. إنه فلسطين علم يعانق نسائم حيفا وعكا وأم الفحم وكفر قرع والجليل والإفريديس والمثلث الأبي. لك التحية يا علمي. والآن رحبوا معي بعطوفة محافظ محافظة طول كرم ممثل سيادة الرئيس اللواء عصام أبو بكر، فليتفضل مشكورا. يرتفع علم فلسطين عاليا عاليا عاليا، يصل عنان السماء. عشها كذا في علونا أيها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم. الحضور الكريم، أهلنا في فلسطين التاريخية بالداخل بالضفة من كل المناطق، أنقل لكم تحية فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن وتقديره واعتزازه بإنجاز أطول سارية علم على مستوى الوطن بمحافظة طول كرم وتركيبها على ارتفاع 60 متر، والتي تحمل رسالة وفاء لدماء الشهداء وتضحيات المناضلين من الأسرى والجرحى في هذا اليوم الذي تحيي فيه جماهير شعبنا ذكرى إعلان الاستقلال، وبحلول الذكرى 12 لاستشهاد الزعيم المؤسس الخالد فينا دوما ياسر عرفات، نؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية وأن نحفظ وصايا الشهداء الذين عمدوا بدمائهم ثرى هذا الوطن الغالي. نقول في هذا الشهر أيضا لذاك الوعد، وعد بلفور الذي قارب على الذكرى المئوية، أننا هنا صامدون، هذا حقنا لن نفرط به، وسنبقى نحرس زعترنا البري
وعلمنا الفلسطيني، ولم ولن نتعب يوما. الحضور نحتفل وإياكم في هذه الفعالية الوطنية وتحت شعار زينة رايات الأمم، والتي تأتي استكمالاً لجهود فخامة السيد الرئيس برفع علم دولة فلسطين أمام مقر الأمم المتحدة، باعتبارها نتاجاً لثمرة جهد نضالي وسياسي طويل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتتويجاً وانتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية لكسب المزيد من الاعترافات الدولية بحق شعبنا. بالرغم من جرائم الاحتلال ومن القتل والحصار والاقتحامات اليومية وبناء المستوطنات واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، إلا أننا شعبنا متمسكاً بحقوقه وثوابه وثوابته، ولن يخذل دماء الشهداء وتضحيات الأسرى التي حافظت عليها منظمة التحرير الفلسطينية. الحضور الكريم، في هذه اللحظات نشتم رائحة الشهداء، شهداء فلسطين وشهداء محافظة طول كرم، وعلى رأسهم الشهيد البطل الدكتور ثابت ثابت، وقافلة الشهداء الطويلة لهذه المحافظة ولهذا الوطن. ولكن نستذكر شهداء العلم الفلسطيني، الشهيد البطل مأمون عبد الرحيم علي الجراد، والشهيد البطل مروان منذر عبد اللطيف المدني، والشهيد البطل زهير أسعد غانم. رحلوا بأجسادهم الطاهرة لتبقى هامات شعبنا شامخة بالعزة والكرامة، إلا أن أرواحهم باقية بيننا تشع بريقاً من الأمل وترفرف حول رايات العلم. لا يمكن أن تخبو أو تتراجع، وعهداً أن نبقى الأوفياء لدماء الشهداء. باسمكم جميعاً أشكر فخامة السيد الرئيس لدعمه ورعايته لهذه الاحتفالية لأعلى سارية بالوطن، هذه السارية التي تقابل الساحل متحدية جدار الضم والتوسع العنصري ليعانق أهلنا في فلسطين التاريخية. كما أشكر فخامته ممثل فخامته أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم أبو العبد، الذي بدوره سلمنا هذا العلم نيابة عن الرئيس أول أمس في مشهد وطني رائع نفتخر به من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات. والشكر موصول لدولة رئيس الوزراء لاهتمامه ومتابعته ومن خلال الوزارات المختصة وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بهذا المعلم الشامخ. كما أشكر رجل الأعمال الفلسطيني الدكتور عبد القادر مطر الممول لبناء هذه السارية. والشكر موصول للمفخرة المؤسسة الأمنية وبلدية طول كرم والغرفة التجارية وحركة الفتح والفصائل العمل الوطني ومؤسسة دار الفنون وشركة إفنتف ورئيس المحكمة
واللجنة التحضيرية للاحتفالية ومديرية التربية والتعليم والشؤون المدنية والتلفزيون الفلسطيني والتلفزة المحلية وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية وفعاليات المحافظة. الأخوة والأخوات الحضور، إن علم فلسطين رمز العزة والكرامة والنضال، له مكان في قلب كل فلسطيني، والراية التي تجمعنا ولا تفرقنا ورفع العلم والحفاظ على رمزيته يشكل إسناداً وتعزيزاً لصمود شعبنا على هذه الأرض. ومهما طال الزمن فإن حقوقنا بأرضنا لن تضيع، وسنقول للعلم للعالم أجمع أن حرية شعبنا آتية لا محالة، ولن يمنعها ولن يعيقها جبروت الاحتلال وظلمه. كما علمنا التاريخ أن إرادة الشعوب حتماً ستنتصر، وإرادة شعبنا لن تكسر ولن يمكن أن تهزم. السادة الحضور، سيتم استكمال هذا العمل بهذا المشروع وبتأهيله ليصبح منطقة سياحية ترفيهية ومعلماً وطنياً من أبرز معالم الوطن، ونتمنى أن يكون أكثر بهاءً وجمالاً. وأخيراً وليس آخراً، سيرفرف علم الشهداء والحرية وسيبقى عالياً، وكما قال الشهيد الرمز ياسر عرفات، سيرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائسها. يا أيها العلم، نرنو إليك حباً وكرامة، ونرفع رؤوسنا بك تيهاً وافتخاراً. أنت هدينا، أنت مجدنا، والمجد للشهداء، والحرية للأصل البواسل، وعاشت فلسطين حرة عربية. مرحباً بكم يا جماهير شعبنا الأبي. الوطن هو السند وهو البطن الثاني الذي يحملنا بعد بطن الأم. وطني لو شغلت عنه بالخلد نزعتني إليه بالخلد نفسي. الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم. الوطن هو المكان الذي نحبه، فهو المكان الذي قد نغادره وتغادره أقدامنا، لكن قلوبنا تعيش فيه خالدة. وفي الوطن جدران ننقش عليها أسماء من رحلوا ومن أسروا ومن حرموا نعمة العيش في الوطن الحبيب. مع كلمة الممول الدكتور عبد القادر مطر، فليتفضل مشكورا. رحبوا معي. محاضرة دكتور كرم، أخ العزيز عصام مبركة، السادة المسؤولين كلهم بصفتي الشخصية والرسمية مع حفظ الألقاب والمسميات، الأخوة الأفاضل رجال الدين، الجمهور الكريم بكامل الطيف الفلسطيني يسارا ويمينا، نساء ورجالا، أطفالا وشيوخ، أرحب بكم جميعا من هذه البقعة على أرض الوطن الحبيب لنحتفل وإياكم بافتتاح أطول سارية علم في فلسطين، مجسدين بذلك وحدتنا الوطنية رغم أنف كل متآمر الجبال. نقول ومن هنا وليسمع العالم بأسره أن دمنا واحد، هدفنا واحد، وهمنا واحد، فصخرة وسارية
صخرة رمز الثبات، وراية هوية، وأسماء عظيمة من كامل التراب الفلسطيني، وراية ترتفع عالية خفاقة لتقول في كل صباح لأهلنا في الداخل الفلسطيني: يسعد صباحكم. اسمحوا لي أن أشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الحلم الجميل. في هذا الحضور هناك رجل بالنسبة لنا هو قدوة، رجل محبة وسلام، رجل يمكنني أن أسميه سفير فلسطين في العالم، يجوب أنحاء العالم ويغتنم كل فرصة لتسخيرها لصالح قضيته ووطنه. هذا الرجل العظيم هو سيادة المطران عطا الله حنا. سيكون لي الشرف بأن يقوم في هذا اليوم بافتتاح السارية ورفع العلم الفلسطيني عاليا بيديه الطاهرتين النظيفتين، وسأكون سعيدا جدا إذا سمعنا لكلمته الآن. تفضل سيادة المطران. شكرا. شكرا جزيلا. الإخوة والأخوات الأعزاء جميعا، عطوفة السيد المحافظ أستاذنا وصديقنا وعزيزنا الأخ عبد القادر مطر، الذي نشكره باسمكم جميعا على مبادرته وكلماته ومواقفه. أحيي كل الشخصيات الوطنية والاعتبارية، أحييكم جميعا فردا فردا، ناقلا إليكم، ناقلا لكل واحد منكم تحية القدس بأقصاها وقيامتها، تحية القدس بصليبها وهلالها، تحية القدس بمسيحييها ومسلميها، تحية القدس العاصمة، عاصمة فلسطين. هذه المدينة المقدسة التي نعتبرها كفلسطينيين عاصمتنا الروحية والوطنية، هذه العاصمة التي قال عنها الشهيد القائد أبو عمار بأن شبل من أشبالنا وطفل من أطفالنا سيرفع راية فلسطين فوق مساجدها وكنائسها وأسوارها العتيقة. يسعدني جدا أن أكون معكم في هذا العرس الوطني. عندما نحتفي بالعلم الفلسطيني إنما يكون عرسا وطنيا بامتياز، لأن هذا العلم هو علمنا، هو شعارنا، هو رمز عزتنا وانتماؤنا، هذا هو علم كل فلسطيني سواء كان هنا في هذه الأرض المقدسة أو كان في أي مكان في هذا العالم. إنها مناسبة نؤكد فيها كفلسطينيين بأننا سنبقى أوفياء لانتمائنا الوطني، لن نتخلى عن فلسطين، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن حق العودة مهما كثر المتآمرون الساعون لتصفية القضية الفلسطينية. يا أهلنا في طول كرم، يا أهل طول كرم،
العزيزة على قلوبنا. أنتم مدرسة، مدرسة نضالية، مدرسة كفاحية، قدمتم الشهداء، قدمتم الأسرى، قدمتم المناضلين، واليوم سيكون عندكم في مدينتكم أكبر علم فلسطيني، وهذا يجعلنا نزداد افتخاراً واعتزازاً بطول كرم مدرسة النضال والمقاومة، مدرسة الوحدة الوطنية والدفاع عن الثوابت الوطنية. أخونا عبد القادر عندما اتصل بي وحدثني عن هذه المناسبة قلت له إن أي نشاط وطني يجمع أبناء الشعب الفلسطيني الواحد تحت علم واحد وتحت راية واحدة نحن معه، نحن فلسطينيون، هذا هو علمنا وهذا هو شعارنا، ولن نقبل بعلم آخر إلا بعلم فلسطين وعلم دولة فلسطين. أيها الأحباء، إن مدينة القدس تتعرض لمؤامرة غير مسبوقة، والقضية الفلسطينية كذلك. أعداؤنا يخططون لتصفية هذه القضية، واليوم ومن خلال هذا العلم ومن خلالكم ومن خلال كل هذه الشخصيات الوطنية نؤكد بأننا سنبقى نواصل مسيرتنا النضالية الكفاحية حتى تعود فلسطين إلى أصحابها، وحتى تعود القدس إلى أصحابها. وإن شاء الله دكتور سيأتي الوقت، ونتمنى أن يكون هذا قريب، أن نرفع هذا العلم في القدس، في سماء القدس، في سماء المدينة المقدسة التي ستبقى شاء من شاء وأبى من أبى العاصمة الوطنية والروحية للشعب الفلسطيني. أحيي الجميع مع حفظ الألقاب والمسميات، وكنت أتمنى أن أعرف أسماءكم جميعاً لكي أحييكم فرداً فرداً، فأنتم عناوين وطنية كفاحية نضالية، ولكن أستميحكم عذراً بأن أوجه تحية خاصة إلى طلاب المدارس، طلاب وطالبات المدارس الذين أتوا لكي يشاركوا في هذا الاحتفال، ولكي يقولوا ونحن معكم نقول بأن فلسطين هي وطن نسكن فيه بأسادنا، ولكن إنه وطن نسكن فيه بأسادنا، ولكن فلسطين ساكنة في قلوبنا وفي عقولنا وفي وجداننا، والقدس ستبقى لنا عاصمتنا التي ندافع عنها. أشكركم جميعاً، أشكر القائمين على هذا الحفل الذين أتاحوا لي الفرصة أن أخاطب هذه الجماهير الفلسطينية المحتشدة في هذا المكان، لكي نؤكد بأننا شعب واحد، مسيحيين ومسلمين، ندافع عن القدس، ندافع عن فلسطين، ندافع عن هويتنا العربية الفلسطينية. وشكراً جزيلاً لكم. زيادة المطران لافتتاح الزانية طبعاً سوية بصحبة عطوفة محافظة طول كرم، بأن دماء الشهداء هي التي ترسم الحدود، حدود الوطن،
نموت كي يحيا الوطن. يحيا لمن؟ نحن الوطن. إن لم يكن بنا كريما آمنا، ولم يكن محترما، ولم يكن حرا، فلا عشنا ولا كنا ولا كانوا. لقد عرفنا أن هذا الوطن هو الانتماء والوفاء والتضحية والفداء والصبر والإصرار. أما الآن مع كلمة فصائل العمل الوطني والأخ مؤيد شعبان أمين سر حركة فتح. رحبوا معي. أمهات الشهداء، أمهات أسرانا الأبطال، طلبتنا الأعزاء زهرات وأشبال، جرحان البواسل، ارفعوا رؤوسكم عاليا لأنكم وطنيون فلسطينيون مقاتلون حتى القدس، حتى القدس، حتى القدس بإذن الله. أبدأ كلامي معكم بكلام سيد الشهداء مفجر الثورة ياسر عرفات، ياسر عرفات، الذي قال لنا جميعا سيرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من أزهارنا علم فلسطين فوق مآذن القدس، فوق مآذن القدس وكنائس القدس وأسوار القدس بإذن الله. من ساحة هذا الميدان الذي انطلقت من خلاله قوافل الشهداء تعمدت بالدم وبرائحة البارود لترسم جزءا من حدود فلسطين، فلسطين التي سقط كل أولئك الشهداء من أجلها. اليوم نقف في هذا الموقف، موقف فخار واعتزاز، حيث يحدنا من هنا الشهيد عبد الله الإعلامي الذي جاسر الإعلامي الذي سقط أيضا برصاص هذا المحتل. اليوم أيضا نستذكر الشهيد مروان المدني، نستذكر الشهيد مأمون الجراد، نستذكر الشهيد زهير غانم الذين سقطوا أيضا برصاص هذا المحتل وهم يرفعون علم فلسطين، وذلك في الانتفاضة الأولى. اليوم أيضا نستذكر ثابت، ثابت، نستذكر الكرمي، نستذكر الدعاس والجابرين، نستذكر أبو جهاد، نستذكر أحمد ياسين، نستذكر حكيم الثورة، نستذكر أيضا أبو علي مصطفى، ونستذكر عمر القاسم، ونستذكر سمير غوشي، ونستذكر كل الشهداء. اليوم أيضا سنرفع هذا العلم، علم فلسطين، ليكون ويعانق من هنا من طول كرم أرض حيفا ويافا وأم الرشراش وأم الربيع. اليوم أيضا سيظهر هذا العلم هناك في أم خالد على هذا السهل الساحلي الممتد إلى كل هذه المناطق. اليوم نرسل أيضا برسالة باسمكم جميعا لهذا المحتل، أولا أن هذا الشعب الذي توشح الكوفية والذي في كل مناسبة
يرفع صور شهدائه ويذكر أسماء شهدائه ويذكر أسراه وجرحاه ويذكر لاجئيه ويذكر القدس. لن يسقط هذا الشعب، لن يهزم هذا الشعب، سيبقى صامداً صامداً كالصخرة في وجه هذا المحتل. اليوم أيضاً نبعث برسالة إلى كل المتآمرين على هذا المشروع الوطني، لنقول لهم سحقاً لكم باسم الشعب الفلسطيني، باسم ياسر عرفات وكل الشهداء، سيبقى هذا المشروع صامداً حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. اقتلوا من شئتم، اعتقلوا ما شئتم، حاربونا كما شئتم، اضغطوا كما شئتم، ستبقى هذه القيادة وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. في مثل هذا اليوم أيضاً، ذكرى الاستقلال وإعلان الدولة، من هناك من الجزائر الشقيق حيث قال هناك أبو عمار وأعلن دولة فلسطين حرة عربية مستقلة. اليوم أقسم باسمكم جميعاً، أقسم باسمكم جميعاً، وأقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لن نتخلى عن ذرة تراب مغموسة بدماء الشهداء حتى الحصول عليها وتحريرها من براثن هذا المحتل. اليوم نقول لن نقبل إلا بدولة فلسطينية مستقلة بشطري الوطن غزة والضفة الغربية والقدس عروس العروبة عاصمة أبدية لها، شاء من شاء وأبى من أبى. اليوم نقول أيضا لكل اللاجئين والمهجرين، إني أرى حيفا من هنا سيراها هذا العلم، هذا العلم الفلسطيني الذي في كل درزة فيه حكاية شهيد، في كل خيط فيه دموع أمهات الشهداء. حافظوا على علمكم عالياً خفاقاً ليعانق أرواح الشهداء، ليعانق القدس من هنا ويعانق حيفا ويافا وعكا. هذا ديدننا، لن نتخلى عنه ولن نتنازل عنه، ولن نسمح لأحد أن يفكر حتى في عقله الباطني أن يتنازل عن ثابت من هذه الثوابت. عاشت فلسطين حرة عربية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والخزي والعار للعملاء والانتهازيين والمتسلقين والخونة، والحرية كل الحرية لأسرانا البواسل القابعين هناك خلف هذا الجدار اللعين، والشفاء العاجل لجرحانا البواسل. عاشت منظمة التحرير الفلسطينية، عاشت حركتكم العظيمة حركة فات، وإنها لثورة بكم ومعكم حتى القدس، حتى القدس، حتى القدس بإذن الله. والسلام عليكم. وهي من تغنى بها العشاق، ليس لنا عشقا أبديا بسواها، فلسطين وطن الشمس ومهد الأنبياء. والآن كونوا معي مع العرض الفني وفرقة هوية التابعة لدار الفنون والتراث
مع الفرقة القومية التابعة للأمن الوطني الفلسطيني، واللتان اندمجتا معا في لقاءات مطولة وتدريبات مكثفة على مدار 3 شهور لإخراج عرض يليق بالمناسبة. والآن مع أغنية ارفع علمك وتباها وفلسطيني انت حر للملحن والكاتب سمير صوف. نادانا الوطن تاني ارفع علمنا وبشرايين الدم وبشرايين الدم ألوان وعلمنا نادانا الوطن تاني ارفع علمنا وبشرايين الدم وبشرايين الدم ألوان علمنا والله وحبك يا الوطن علمنا وعيونه كرمال الوطن وعيونه وعيونه كرمال
الكوفي ومغلاها وموشحها في النصر ارفع علمك وتباها فلسطين انت وحر محل الكوفي ومغلاها وموشحها في النصر اسمع كمان لفوق يلا وين اهل طول كريم وين بحر الهادي لا تهدى حقك يا بحر تهوش وهبي وهبي يا رياح هبي يا رياح الهوش ايماني بايد سلاح ومهري غاطي مسلوح يا نار الثورة الحراقة هبي خلينا نتلاقى يا نار الثورة الحراقة هبي خلينا نتلاقى رايتنا تبقى خفاقة نرفعها بروج بروج وهبي وهبي يا رياح هبي يا رياح الهوش إيماني يلا اسمع وبس يرجع صوتي الأرض تهني بس يرجع صوتي غني تهني يا أرض تهني بس يرجع صوتي غني تهني يا أرض تهني بس يرجع صوتي غني تهني يا أرض تهني يا ميمة قومي وتحني يا صحرا صير مروج وهبي وهبي يا رياح هبي يا رياح الهوش إيماني بإيد سلاح ومهري غاضب مسروق وهبي وهبي يا رياح هبي يا رياح الهوش إيماني بإيد سلاح ومهري غاضب مسروق Thank you.
اوف يا باي الاسود لون الغضب عالعادي وذنابه والاخضر لون التعب لجدي بترابه والاحمر دم الشهيد الاحمر دم الشهيد المتحن بترابه والابيض فارس مر عصير الشعب اللي قاوم وحطم كيد العدا وذنابه يا بار وحدنا الدم يا بلدي وحدنا الدم وش من الدم يا بلدي وش من الدم وحدنا الدم يا بلدي وحدنا الدم وش من الدم يا بلدي وش من الدم شعبت عبراي وحدي ابن الأمجاد ابن فلسطين عن وطنه ما يتخلى وطنه ما يتخلى عالمي يا غال علينا يا رمة الأحرار شمعة تضوي بإيدينا طريق الثوار عالمي يا غال علينا يا رمز الأحرار شمعة تضوي بإيدينا طريق الثوار عالمي يا غال علينا يا رمز الأحرار شمعة تضوي بإيدينا طريق الثوار عالمي يا غال علينا يا رمز الأحرار شمعة تضوي بإيدينا طريق الثوار رمز القدس الشعب ضحى وعن أرضه ما حد لأرض الميعاد ترخص روحي وتتجلى وحدنا الدم يا بلدي وحدنا الدم وحدنا الدم وش من الدم يا بلدي وش من الدم وش من الدم وحدنا الدم يا بلدي وحدنا الدم وحدنا الدم وش من الدم يا بلدي وش من الدم وش من الدم شعب تحت راي وحدي ابن الأمجاد ابن فلسطين عن وطنه ما يتخلى الأحمر قلبه عنوان ودم الوطن يسيل الأسود غضبه بركان وليل صمته طويل الأحمر قلبه عنوان ودم الوطن يسيل الأسود غضبه بركان وليل صمته طويل الأحمر قلبه عنوان ودم الوطن يسيل الأسود غضبه بركان وليل صمته طويل الأحمر قلبه عنوان ودم الوطن يسيل الأسود غضبه بركان وليل صمته طويل الأخضر لون الغرس الجد بيده غرس وجاد والأبيض طاهر فوق الشمس بيتعلى وحدنا الدم شعبت تحت راي وحدي ابن الأمجاد ابن فلسطين
فلسطين عن وطنه ما يتخلى، ابن فلسطين عن وطنه ما يتخلى، ابن فلسطين عن وطنه ما يتخلى. أجمل أن يحيا من أجل فلسطين كل فلسطين. أما الآن مع كلمة رئيس بلدية طول كرم الأستاذ فريد أبو عقل فليتفضل مشكورا. محافظ محافظة طول كرم، الإخوة مدراء الأجهزة الأمنية، الأخوة ممثلي فصائل العمل الوطني، لقد تشرفنا اليوم في مدينة طول كرم، مدينة التضحيات والبطولات، أن يرفع العلم الفلسطيني عاليا خفاقا على أطول سارية في هذا الوطن العزيز، وفاء وإجلالا لأرواح الشهداء، شهداء طول كرم وفلسطين، ولروح القائد الشهيد الرمز ياسر عرفات في ذكرى استشهاده وفي ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال والتحرر الوطني. إن امتشاق العلم الفلسطيني لساريته في هذا اليوم إجلالاً وإكراماً لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن يبقى علم فلسطين عالياً خفاقاً يطل على أرضنا السليبة وعلى سهلنا الخصيب، ومحياً أهلنا في فلسطين شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً، داعياً الجميع لرص الصفوف ومشدداً على الوحدة الوطنية تحت مظلة هذا العلم، وعلى وحدة هذا الشعب متمسكين بثوابتنا الوطنية، شاء من شاء وأبى من أبى، وسيبقى العهد هو العهد والقسم هو القسم، وإننا إن شاء الله ماضين إلى القدس بالملايين. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سيادة الرئيس وحكومته الرشيدة على رعايتهم لهذا الحفل، وإلى الدكتور عبد القادر مطر الذي تبرع بهذه السارية لنغرس في أرض طول كرم وتعانق عينان السماء. وكذلك الشكر لكل من دار الفنون وشركة إبنت للدعاية والإعلام وأعضاء اللجنة التحضيرية للاحتفال والتي رأسها عطوفة المحافظ الأخ عصام أبو بكر. ولا يفوتنا أن أشكر جميع الطواقم الهندسية والفنية والإدارية في بلدية طول كرم الذين نفذوا وتابعوا تركيب السارية، وكذلك إخوتنا في المجلس البلدي السابق حيث قامت بلدية طول كرم بتغطية تكاليف بناء قاعدة السارية. وفي هذا السياق فإن بلدية طول كرم تكون قد استلمت الأمانة، ودورنا هو المحافظة عليها ليبقى علمنا شامخا خفاقا تتجه نحوه الأبصار والأفئدة حبا لهذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الآن مع كلمة رئيس الغرفة التجارية الأخ إبراهيم أبو حسيب فليتفضل مشكورا. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عطوفة محافظ محافظة الكرم الأخ عصام أبو بكر المحترم، سعادة رئيس البلدية الأخ فريد أبو عقل، قائد المنطقة الأخ محمد حمودي، الإخوة جميعا قادة الأجهزة الأمنية، الإخوة فصائل العمل الوطني الأخ أمين سر حركة فتح، الدكتور عبد القادر مطر، السادة جميعا مديري المؤسسات الرسمية والأهلية بهذه المحافظة، الجمع الكريم، طيب الله أوقاتكم. وأسمح لي بداية أن أقدم شكري لجميع القائمين على هذا الحدث المميز والهام الذين عملوا ليلا نهارا ليتم إنجازه على أكمل وجه وإخراجه بشكل لائق مع قيمته الوطنية لأهمية هذا العلم، فهو مزيج بيننا أرض
فلسطين وشعبها ورسم لتاريخنا النضالي على سنين ممتدة نفتخر به ونرفع أيدينا تحية له في كل المحافل والمناسبات. وكيف لا نعتز بهويتنا ونحن من علم شعوب العالم كيف يكون حب الوطن. واليوم تتميز محافظة طول كرم كنجمة تبرز في سماء فلسطين، وكما رددناها دوما طول كرم صورة واشنطن. إن هذا المعلم الوطني يحمل معه أبعادا ليست وطنية فحسب، فهو معلم سياحي اقتصادي لهذه المحافظة الحبيبة التي ستصبح مزارا سياحيا للجميع ليروا جمالها وجمال هذه السرية الأطول في فلسطين وليوثقوا حضورهم معها حبا في هذا الوطن الذي سنعمل جميعا لأجل رفعته الاقتصادية. فمتى ارتقينا في اقتصادنا سيصبح من السهل علينا أن نعتمد على أنفسنا أكثر ونأخذ موقعنا الصحيح على خارطة هذا العالم. فنحن نملك كافة المقومات التي تؤهلنا لذلك، وأكبر دليل وأهم هذه المقومات العقل البشري الذي تميزنا به دوما، فحيث ندير وجوهنا نرى الإبداعات الفلسطينية في كل دول العالم. إخوتي وأخواتي، هنيئا لفلسطين بهذا المعلم الوطني والسياحي، وهنيئا لطول كرم بهذا الوشم، وقدرا إلى الأمام إن شاء الله، والسلام عليكم. كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي الأستاذ عادل فليتفضل مشكورا. مرحبا بك أخي عادل. عطوفة المحافظ الأخ عصام أبو بكر ممثل الرئيس. الآن الأعزاء، في هذا الاحتفال الجماهيري الشعبي الوطني بامتياز، نرى في هذا الاحتفال رسالة من شعبنا نوجهها إلى الاحتلال، بأن هذا العلم رفع لكي يبقى مرتفعا أبد الدهر، وأن هذا العلم سيرتفع عاجلا أم آجلا على أسوار القدس وعلى مآذن القدس وعلى كنائس القدس وعلى قبة البرلمان الفلسطيني في القدس أيضا. والرسالة الثانية هي من وراء هذه الاحتفالية، هي لشعبنا، بأن آن الأوان لكي نتوحد جميعا خلف هذه الراية، وآن الأوان لكي ينتهي هذا الفصل من الانفصال بين أبناء الشعب الواحد، لكي نبدأ مرحلة جديدة في نضال شعبنا نحو التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. تستطيع أمريكا أن تنتخب ترامب وأن تنتخب هيلاري، ويستطيع الاحتلال أن يواصل جرائمه، ولكن المراهنة الأساسية هي على الشعب العربي الفلسطيني الذي يخوض هذا النضال من أجل التحرر والاستقلال الوطني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس في حدود الرابع من حزيران وعودة اللاجئين. هذا هو النضال الذي نسعى إليه، وهذا أجمل ما نقدمه إلى سيد الشهداء ياسر عرفات. نحن في الجليل والمثلث والنقب نتعرض يوميا، عندما كنا نرفع هذه الراية، إلى السجن والاعتقال، واليوم يواجهوننا بشتى أنواع القوانين العنصرية والفاشية من أجل أن يجعلونا نزهق وجودنا في هذا الوطن، ولكننا نقول لهم، وآخر هذه القوانين الذي أقرته اللجنة الحكومية برئاسة نتنياهو بالأمس هو خفض صوت الأذان. يريدوننا أن نسكت صوت حيا على الفلاح، حيا على الفلاح، ولكننا نقول لهم سيبقى هذا
وسنضيف له حي على الكفاح، حي على النضال من أجل البقاء في الوطن، في الجليل والمثلث والنقب. سلمت يداكم. والآن مشاهدينا الكرام، مع كلمة شركة إذنيتف والسيد محمد خريس، وكلمة دار الفنون للتراث والسيد حاتم الحافي، فليتفضلوا مشكورين. ولا أغلى ولا أحلى وأطهر، كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر. أي تراب غير هذا التراب من مسك وعنبر؟ أي أفق غير هذا الأفق في الدنيا معطر؟ كلما دافعت عن أرضك عود العمر يخضر. كلمات للشاعر الكرمي أبو سلمى الزائر إلى المتحف الرئيس الرمز عرفات، يجدها بأول لوحة، ربما هو الرابط بين الرئيس عرفات وطول كرم، والذي نعلم أن دعوته لرفع العلم تدأت من هنا من طول كرم بأطول سارية، نأمل أن تكون السارية القادمة كما عهدنا في القدس بعون الله. علمنا جمعنا بكل ما تعنيه الكلمة، فكرة فلسطينية انطلقت من مشتاق لأرضه، مولها مغترب فلسطيني لم تمنعه الغربة من تنفس روح وطنه، ودعمتها واحتضنتها سلطتنا الفلسطينية رئيساً ومحافظاً، زرعها في الأرض مؤسسات هذه البلد، واحتضن علمها فصائلنا وتوحدت تحت رايته، وحملها حماة الأرض قواتنا الباسلة. قبل أن أقدم زميلي وشريكي، لابد أن أشير إلى أمر حدث قبل يومين. منذ يومين وأثناء تسلم عطوفة محافظ طول كرم للعلم من ممثل فخامة الرئيس الطيب عبد الرحيم، رأيت دمعة في عينيه، ربما هي رهبة المكان ورهبة العلم. أطمح اليوم ونحن نرفع هذا العلم أن أرى ابتسامتك عطوفة المحافظ أبو عدي، فقد تحقق العلم. هذه الابتسامة التي كانت منذ أول لقاء وكانت الدافع لنا في التغلب على كل المشاكل لنرفع هذا العلم. رحبوا معي أيضاً بعد عضو عطوف بشريكي صاحب فكرة هذه السارية الأخ حاتم الحافي من مؤسسة دار الفنون. شكراً للأخ محمد خريس على هذا التقديم الرائع. عطوفة اللواء عصام أبو بكر محافظ محافظة طول كرم، ممثل فخامة الرئيس محمود عباس، السادة المسؤولين كل في لقبه واسمه وموقعه. قبل أن أبدأ كلمتي أتجه بإنظاري إلى ذلك البالون خلف الجدار العازل والذي يقوم بتصوير هذا الحفل وهذا الحشد الجماهيري، وأقول لمن يقوم بالتصوير بعد قليل سيرتفع العلم الفلسطيني ليعلو هاماتكم إن شاء الله. إن كل ما قمنا به من إنجاز بهذا المشروع كان نتاجاً لثمن مادي ومعنوي وطوعي أصيل ووطني ومن جميع الأطراف، ولكنه جميعه لا يساوي شيء أمام من قدموا أرواحهم من أجله. إنهم شهداء فلسطين الذين توشح فيه بعرس استشهادهم، واختاروه غطاءً أبدياً في نعيم قبورهم ويوم يبعثون، إيماناً بمني واستوحان من قول الراحل غسان كنفاني: إنما خلقت أكتاف الفلسطينيين لتعلق عليها البنادق. أقول إنما خلقت المنصات في فلسطين للعمل الفني المحفز للجماهير. أترككم مع فرقة هوية والفرقة القومية وهذه الوصلة الفنية، شاكراً لكل من أسهم وقدم لدعم هذا الإنجاز العظيم. شكراً لكم جميعاً. Yeah.
وقفت
المحافظ والممول وقادة الأجهزة الأمنية والغرفة التجارية والرئيس البلدية واللجنة التحضيرية والضيوف الرسميين وفصائل العمل الوطني وأهالي شهداء علم فلسطين لبدء مراسم رفع العلم. حوالين عطوفته إذا سمحتوا. يلا نبدأ يا أخوان، نبدأ على بركة الله.